عقد وزير الخارجية سامح شكري لقاء مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات الدورة السادسة للمنتدى العربي الروسي. وصرح المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد أن وزير الخارجية تناول أبعاد القضية الفلسطينية، مستعرضا الجهود المصرية الحثيثة لوقف العدوان الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، مؤكدا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، إلى جانب التوصل إلى حل جذري لتلك القضية والمتمثل في إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أوضح أن وزير الخارجية سامح شكري تطرق إلى مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وكذا المشروعات التنموية التي يشترك فيها البلدان.